شكرا يا مونركس وفانسي وايضا جينا دحوم ويلكم باك. وبنفس الوقت نتكلم عن الجيم رقم 4 والجيم الرابع في اليوم الاول راح يكون بين باشن وفريق اللي هو اونكس ريفنز. نتكلم شوي عن اونكس ونتكلم شوي عن باشن, يعني نتكلم يعني نضيف خلينا نقول بعض النقاط من طرفنا احنا ككاسترز. انت تشوف يا دحوم ان فريق اونكس عنده افضليه في هذا الماب ماب بوردر ولا فريق اللي هو باشن عنده الافضليه في هذا الماب؟ شوف كل امانه كونتي يعني شاب ما قصر بالنقاط اللي تكلموا فيها, لكن انا يعني اتوقع انك تتفق معي انه اونكس عندهم الافضليه بسبب واحد صراحه. الاسماء يعني شفناها متواجده قبل في السين, ممكن لهم الخبره تلعب دور في المباراه هذه, لذلك اتوقع ممكن تميل شويه لاونكس. بالضبط, يعني انت ذكرت نقطة جدا مهمة وهي الخبرة, وأنكس عندهم خبرة بس لا تنسى ان في بعض عناصر باشن ايضا عندهم الخبرة. خلينا نشوف الروسترات, يعني كلمني دحوم عن روستر أونكس اللي تشوفه معانا وايضا روستر باشن. نتكلم عن نيكول مانتيكال دوف مو وكاردز, يعني لا ننسى يعني دائما يقولوا الشباب قوة التوأم موجودة في فريق أونكس, لكن في باشن عندنا أبو سيف أر سيفن فارس وكاماتشو وفهز, يعني أسماء خلينا نقول كانت متواجدة لكن خلينا نقول خبرة نوعا ما أكثر لصالح فريق أونكس بالبطولات اللي كانوا يشاركوا فيها أكثر. لكن ما ندري صراحة مع التغييرات الأخيرة في اللعبة, مع التغييرات اللي في الروستر زي اللي قاعد نشوف في السين, اختيار الماب حاليا لبوردر, لذلك ممكن نتوقع جيم نوعا ما متقارب وأعطي أفضلية بسيطة لفريق أونكس. هنشوف يعني كيف راح يدور الماب هذا بين فريق أونكس وأيضا باشن. ماب بوردر يا دحوم من المابات القديمة جدا في اللعبة, تتكلم عن من أيام سيزن 2, من أيام الدست لاين, من أيام ما كان الفالك والبلاك بيرت نزلوا في هذا الماب. بنفس الوقت يعني تتكلم عن أن أونكس راح يبدون في الأتاك وباشن راح يكونون في الديفند. أخلي البانز معاك يا دحوم, كلمني عن توقعاتك لهذه البانات. خلونا نشوف ايش ممكن. اوكي الشباب كانوا يتكلمون عن المونتي واهميته, لذلك الباند الاول لصالح فريق باشن يبند المونتي, خصوصا نتكلم الشيلز ريورك مزعجه كثير في السين حاليا. خلونا نشوف الباند الثاني الجيم والاول لاونكس ريفنز اللي يكون باند اتاكر. هنشوف توكوبي هو الباند الثاني معانا, ويبقى الآن الديفندر أوبريترز حيكون الاختيار الأول لصالح فريق أونكس. نشوف سولس كباند أو أزامي كلهم يعني صراحة مزعجين للفريق الأتاكرز, لكن آن باشن لازم يكون اختيارهم ذكي خصوصا أنهم يعني ما يبغون يحصرون نفسهم بالباند لأن هم حيبدوا في الدفاع أول. شوف اللي معانا هو فرنر. اوكي ممكن من الشخصيات اللي تكلمنا عنها والأوبريتر تكلمنا عنها في الجيم الماضي الكونتي انه مزعج جدا صراحة والصعب اذا تتعامل معاه خصوصا اذا كان في اخر الراوند. على كل حال الكونتي خلنا نشوف معاك السايت الاول حيكون في الارمري والاركايفز من فريق باشن. هنشوف فريق باشن في تواجد ابو سيف اكس ار 7 فحز فارس وكاماتشو. شو اللي حيسووه في هذا السايت, سايت الارمري, السايت اللي يعتمد بشكل كبير على الديناي ويعتمد بشكل كبير ايضا على البلانت. هل حنشوف اونكس راح يعتمدون على البلانت ولا راح يكون الوضع مختلف معاهم في هذا السايت او في هذا الاتاك؟ دوف متواجد معانا بالتويتش, مو متواجد معانا بالبك, نيكول بالايس ومانتيكل راح يكون متواجد معانا بالفينكا, واخيرا يعني جارز بشخصيه دحوم يعني اخر شخصيه نزلت معانا في اللعبه. انت تتكلم عن شخصيه يعني تعطيك انفو مثل ما انت عارف, يعني انت تسوي تراك لي لاعب واحد, وبنفس الوقت يعني انت ممكن تكون هدف ايضا ل اوكي خلاص انت الموضوع غير جارد راح يروح الى بالضبط راح يغير على طول, وايضا عنده بنفس الوقت مالتيكا راح يغير الى الفلور. الصراحه تغييرات انا اشوفها مع هذا السايت مناسبة بحكم وجود يعني انت تتكلم عن الجاجت من خصوصا ابو سيف بشخصية جدا مهمة. انت تتكلم عن الاروني, انت عارف يا
دحوم انه حاليا عندها ايكوك. ايكوك ايضا يلعب دور كبير في الدي ام ار، ممكن يخدمك بشكل كبير من اللونج انجلز. نشوف حاليا بالفعل هنا مانتيكا، لكن مانتيكا ما قدر يتخلص من الجاجت لانه كان فيه احد متواجد، قدر يكسر الدرون. لكن نشوف الراوند الاول ايش ممكن يكون موجود في جعبة الفريقين في الراوند الاول. راوند اول مهم صراحة، يحدد المومنتوم. وبالفعل بنشوف بيك ولا اروع من نيكول على كيماتشو. والان يبدا فريق اونكس بالدخول، تايمينج ما كان لصالح نيكول في اللحظات الماضية، لكن تواجد مو ايضا ممكن يساعده. شوف مع بعض ايضا اكسر 7 قاعد يدمج بشكل كبير، وعلى طول فري فاير حاليا قاعد ينزل من فارس، ولكن على طول من مين؟ موه يجيب فارس. نشوف مع بعض نيكول انجرد، ننتظر ونشوف اكسر 7 يجيب دوف 3-4، او خلينا نقول واحد انجرد من عناصر فريق اللي هم اونكس ريفنز. ايضا عندنا جارز بالبليد راح يبدا انه ياخذ الايست ستيرز، وعندنا ابو سيف متواجد بداخل السي سي تي في يحاول بايك من البريك روم على الايست، راح يبدا انه يتراجع الى السايت اتوقع. يب هذا اللي ممكن راح نشوفه في الثواني القادمه. عندنا اكسار 7 متدمج بشكل كبير، يبدا انه يتراجع ويرجع من ال90 بحكم ان ال90 مكانه جدا كريتيكال، واتوقع شاف واحد خارج البريك دو بريك بريك دور. وبنفس الوقت عندنا اكسار 7 قاعد يتدمج، واتوقع قام انه يتراجع. وحاليا عندنا فحز متواجد، ويا ساتر في واحد في البوتوم مين ستيرز. حنشوف الدروب حاليا من اكسار 7، يحاول انه يجيب الفيك. يب راح يجيب الفيك على الفلورس. وبنفس الوقت يا ساتر ابو سيف قاعد يدمج بشكل كبير. ابو سيف يجيب جارز، ونيكول يجيب اكسار 7، فحز ومعاه ابو سيف. عندنا موه يجيب ابو سيف، ما في غيرك يا فحز، شو اللي حتسويه؟ فحز اللاعب القديم جدا يرجع معانا حاليا، هل حيرجع بكلتش ولا لا؟ 1 في 2 سيتويشن يا فحز، هل حتسويها ولا لا؟ ننتظر ونشوف مع بعض. السبوتات شغال، عارف انه في واحد قريب منه بداخل السي سي تي في، هل حيفيك؟ يب راح يفيك، راح يشوف، ولكن قريب كان انه يجيب البيك لمصلحته. نيكول متدمج بشكل كبير، عندنا البوك يا ساتر، نيكول ما درى عن فحز، والبلانت بدا ينزل من موه، موه وفحز، فحز بالخبره حيجيبها ولا لا؟ نشوف مع بعض، يحاول انه يعطي وول بانك، ولكن اتوقع في رينفورس. وبنفس الوقت 1 في 1 وبري فاير من مو يجيب فحز وبيك لمصلحته، ويروح الراوند لفريق اونكس يا دحوم. واتوقع في عندنا بوز في اللحظات هذه، كلمني عن الراوند السابق يا دحوم. صراحة إن اللي استغربت انه ما كان محظوظ فحز صراحة انه في الوول بانج، يعني ما كان رينفورس ترى كنت، لكن يمكن الانجلز ما كانت موفقة او التوقع البلانت، لكن يحسب صراحة لفريق باشن رغم انهم في البداية كنا نشوف افضلية لفريق اونكس، لكن وصلت لاخر ثواني و 1 في 1 كانت موجودة في نهاية الراوند زي ما شفنا قبل شوي. لذلك اونكس حتى الان داخل باسلوب افضل بكل امانه. باشن لازم يكون اكثر هدوء في اول او ربع الاول من بدايه الراوند. اونكس شايف فيه اخطاء، يعني خصوصا لما كانوا في ال 2 في 1 الاخيره كانوا عارفين ان في احد نفس الانجل، ومع ذلك اذا ما خاب ظني الايس كان معطي ظهره للانجل. ما ادري مين كان اللاعب، لكن بشكل عام نيكول يعني استغربت منه انه كان معطي ظهر للانجل، هل هو توقع انه حيسوي روتيشن عشان يسوي دناي للبلانت او لا؟ ما ادري. بكل امانه راوند يبين انه احنا مقبلين على جيم ممتع بكل امانه يا كونتي. بالضبط، يعني انت تتكلم عن انه كان الراوند السابق متقارب جدا بين الفريقين، تتكلم عن 1 في 1 باخر راوند، او عفوا باخر الراوند، وبنفس الوقت نزل بلانت. يعني انت تتكلم عن نزل بلانت من مو، وقدر انه يجيب الكلاش لمصلحه فريقه. مو اللي شفناه سابقا قدم اداء كبير، وحاليا صراحه في اول راوند جاب كلتش وايضا تربل كل لمصلحته بشخصيه البك ونزل فلانت. يعني انت بيرفكت خلينا نقول سيناريو اللي مو في الراوند السابق. بالفعل بنشوف الان ايش ممكن يكون اسلوب دفاعي مختلف من باشن، تواجد الاروني سوليس الفالكري موزي وليجن في الجهة الأخرى. جاردز يغير وياخذ زيرو بدال البليتز. شكل جاردز ودي يلعب بليتز بس كل شوي قاعد يغير. ياب ياب بالضبط. وعندك حتى دوف يعني أيضا حياخذ شخصية الجرم. يعني أنا أشوف أن الجرم والزيرو شخصيات تعطيك انفو بشكل كبير، وفي نفس الوقت تلاحظ أن أونكس
محتاج هذه الانفو يعني ايضا يعتمد على الانفو بشكل كبير. اذا تلاحظ ان الراوند اللي فات كان الوضع شوي صعب من ناحيه الانفورميشن، كان في سبوتات حمراء وايضا كان في سبوتات صفراء، ولكن تحتاج دائما الايرلي انفورميشن تحتاجها بالراوند يا دحو. كنت شطحه شويه بس انت مركز ايش موجود في الشاشه الثانيه حقت توب ولا مو مركز؟ حاول تشوف هضحك. وش منتبه انا صورة مين اللي الوانتد؟ انا احاول اشوفه، قلت يمكن تشوف نظرتك احسن من ايجل. انا ما ادري ايجل، احسه ايجل، ها شكل ايجل تقريبا. شكل ايجلك ها؟ كانه ايجل يعني. احسه ايجل ما ادري. في ديسك على كل حال بنشوف الان في جوب بالفعل اقدر اجيب كل على كليمور اللي شفناها يحطها قبل شوي. والآن يبدأ فريق أونيكس في الهجوم ببيك أول على مين؟ على بيك ممكن مهم اللي هو روني الكونتي. بالضبط، بيك جدا مناسب بحكم أن أنت يعني تشوف حاليا أيضا بري فاير من نيكول يجيب فيها فارس. بيك صراحة جدا مناسب، XR7 يجيب دوف، مانتيكال يرجع يجيب XR7، ما في غيرك يا فحز. قبل شوي شفناك بسيناريو 1v1، هذه المرة حنشوفك ب1v4، شو اللي حتسويه؟ ننتظر ونشوف شخصية الفالك. ولكن جاردز على طول من الفاونتن يدخل على طول إلى السايت إلى الأركايفز ويجيب البيك لمصلحة عناصر فريق أونيكس. أونيكس بأداء ثابت في هذا الراوند يا دحوم، تتكلم عن يعني قريبين كانوا من الفلولس راوند 4-1 وجابوا البيك لمصلحتهم. بصراحة تحس ان اونكس جاهزين في هذا الماب اكثر من باشن يا دحوم. بالفعل هو اسلوب اللعب، الكوميونيكيشن، توقعات اسلوب لعب فريق باشن. يعني في نقطة ذكروها الشباب انه ممكن يكون في اجريسيف بلايز كثيرة من فريق باشن في الجيم، من ناحية الرن اوتس، من ناحية السبون بيكس، وقاعد يستخدمها فريق اونكس بالتوقعات هذه. نشوف شفنا كريمورا، شفنا التوقع للانجلز، قدروا يجيبون فيها تو بيكس ايرلي في بداية الراوند لصالحهم. لذلك فريق باشن لازم يكون يبدا تركيز انه الراوند الماضي انتهى بشكل سريع صراحة لصالح فريق اونكس، لكن المرة هذه حيغير السايت فريق باشن. حيكون عندهم ميرا ووردن كاسل الموزي والفالكري. في الجهة الاخرى حيكون عندنا دوب بتويتش، عندنا الباك، عندنا نيكول بالايس، عندنا نوماد كان جاردز. المرة خلاص ثبت على بليتس. يب، وبنفس الوقت دحوم اذا تلاحظ ان عناصر فريق باشن معاهم اربع سيفورات، اربع سيفورات تتكلم في سايت يعتمد بشكل كبير على اللعب الفيرتيكال تاكرز. فهل حنشوف بيك او بيكين من عناصر فريق باشن؟ يعني اربع سيفورات، انت اسوء الاحوال تجيب لك بيكين. هو شوف بكل امانه يعني هو فكره ممتازه، بس لازم يكون عندهم انفورميشن، ما يكون في استعجال تام. يعني خصوصا انه اذا انت تبغى تتبقى سي 4 واحد للليت فيز، خصوصا في الدينايل البلانت. لكن بشكل عام خلونا نشوف كيف ممكن فريق باشن يبدا يركز ويرجع في الجيم من على فريق اونكس. اونكس الان قاعد يلعب اسلوب لعب ثابت، عارفين ايش مطلوب منهم، متوقعين الاخطاء من فريق باشن. هم لو تلاحظ العكس تماما عن الجيم الماضي، فريق اونكس هو اللي قاعد يلعب على اخطاء فريق باشن، قاعد يعرف ايش قاعد يسوون ويبدون يغيرون اسلوب لعبهم على حسب ايش يحتاجون في الراوند. على كل حال بيبدو انه حيبدا فريق الان اونكس في اللحظات القادمه انه يسيطر على الفيرتيكال بلاي. قاعد يصير في دروننج الان من نيكول، ما قاعد اشوف احد الا في واحد فقط اللي هو الوردن عفوا اللي هو ار 7 في السكند فلور. لكن بنشوف الان ايش ممكن يصير. انت دروننج فيز، اخذ انفورميشن عن تواجد الوردن. دقيقه و40 ثانيه متبقي. شوف في ماب بوردر الفيرتيكال بلاي يحتاج وقت كبير صراحه لكونتي. في اللحظه هذه قاعد نشوف في ابو سيف الان وار 7 يحاولون يسوون باشن. لكن هنا نشوف يا جارد، جارد قدر يتخلص من ار 7 ويسبب انجر لمين؟ للميرا ابو سيف ويتخلص منه حاليا. جارد استخدام ولا اروع لبليتس. نشوف هنا نيكول وجوب يتخلصون من فريق باشن وفلولس راوند. الراوند الثالث 3-0 حاليا لفريق اونكس. قاعد اشوف سيطره تامه في الماب من فريق اونكس يا كونتي.
بالضبط، وقاعدين نشوف يعني جاردز حرفيا القطار البلدز يا دحوم على طول، ما انت ما اعطى اي رحمه للوردن، بالرغم ان الوردن يقدر يشوف، انت عارف ان الوردن شوف سوري كنتي ما اتوقع انه ايجل، ها شوف في مدقن كانه مدقن ايجل، ما عندي دقن يعني ايجل اسمحنا ايجل اتوقع ريدي، يب ريدي هذا مش ايجل، ريدي انا انتبهت ريدي هذا ريدي ايوه غريبة. ايش رايك يعني هو حاطه عشان احنا والجمهور يبدا يشوف فاهم، فلازم يعني بالضبط اتوقع ريدي، انا يعني انا حاولت ان اشوف اتوقع ريدي هذا شكل ريدي ما ادري اللي في الجات المره الاولى من بعيد كان يكلش بايجل، بس لما كبرت الصوره ايجل يعني ما عنده الدقن هذا ما ادري اذا البرودكشن يقدرون يسوون زوم للكام على اساس ان نشوف اكثر واكثر يكون شيء حلو بصراحه. على العموم هنشوف مع بعض الراوند رقم 4 يا دحوم كيف راح يمشي بين اونكس وباشن. 3-0 لمصلحة اونكس، يعني فريق باشن يحتاج انه يسوي ريست وانه يعني على الاقل انه يخلصها ب 4-2. هذا المفروض صراحة بكل امانة كنتي، بس اللي قاعد تشوفه اوكي ما اتوقع جاردز بيكمل ببلتس يتعب فريق باشن بكل امانة، لانه الى الان مو قادرين يسوون كنترول او ديناي لفريق اونكس. على كل حال بنشوف في الدفاع وباي سوليس الكاسل موزي ميرا نفس الاسلوب اللعب تقريبا قاعد نشوف من باشن الكونتي، ما في شيء تغير بشكل كبير. بالضبط نشوف مع بعض يعني ايضا حتى نفس الطريقة من عناصر فريق اونكس، نفس البوش نفس تقريبا نفس الشخصيات، ما في اي اختلاف مثل ما ذكرت، وايضا في هدوء في هذا الراوند دحوم. نشوف ايش ممكن يصير ذاك هنا فارس لازم يبدا يتراجع. اوووو البيت نايس بيت من فارس يتخلص من جارد بشكل جميل بكل امانه، يعني كان في ريفراغ متواجد الان لكن البيت كان متواجد جميل صراحه، عرف يستخدم بطريقه ذكيه. ايش رايك بالبلاي يا كنت؟ والله ويل بليد، بحكم ان جارز الراوند اللي فات لا تنسى يا دحوم سبب مشاكل كبيره على فريق باشن، يعني انت مثل ما ذكرنا القطار قطار البليز قدر انه يجيب البيك، وايضا عنده بنفس الوقت يا ساتر ميتيكال راح يجيب فحز واكس ار 7 بتريس سريع يجيب فيها نيكول. 3-3 يا دحوم كيف راح يمشي هذا الراوند؟ راوند مهم جدا لفريق باشن. نشوف الان تريدات قاعد تصير بين الفريقين، تكلم 2 في 2 في اخر دقيقة ونصف، اسلوب اللعب مختلف تماما يا الكونتي يعني الجيم الماضي، الجيم الماضي كنا نشوف لعب هادي استراتيجي اكثر، نتكلم انه ما ينتهي الراوند الا على اخر 15 ثواني، لكن العكس تماما في الجيم هذا بين اونكس وباشن، قاعد نشوف لعب سريع رتم اسرع في اجريسيف، لكن في اللحظة هذه كوماتشو يتخلص من دوب الان مانتيكا الوحيد ضد مين؟ ضد ابو سيف وكوماتشو ضد الميرا والكاسر، كاسر تقريبا هاف اتش بي، لكن نشوف منطقة هل عنده انفورميشن ولا لا، هل بيكون هذا الراوند الاول لفريق باشن ونشوف النتيجه 3-1 ولا منطقة عنده كلمه اخرى؟ اللعب حيكون الان اكثر تركيز، يحتاج ياخذ انفورميشن، الدرونات اللي قاعد اشوفها متواجده، لكن هل عندهم انفورميشن؟ هل هي قريبه من فريق اونكس؟ لكن في اللحظه هذه كماتشو يقدر يتخلص من مانتيكال والراوند الاول لصالح فريق باشن، نتيجه حاليا 3-1. 3-1 مثل ما ذكرت يا دحوم، ولكن في نقطه جدا مهمه ذكرت نسينا نذكرها دحوم، ان في حاليا عندنا الجيف اوي الاخير معانا في هذا اليوم، الجيف اوي الثالث ب 1200 كريدت يا دحوم للي حاب يشارك في هذا الجيف اوي. ما يشارك فانسي بالضبط، وقبل ما دحوم يحط عينه يعني، ممكن ترى عادي جدا تشوف دحوم يحط اسم ثاني في التويتش ويدخل ويشارك يعني وياخذهم هم ثلاثة على حظ، انا عارف حظ دحوم. 3-1 دحوم، يعني باشن تحس انه اول ثلاث راوندات كان بعدهم مو داخلين بجو الجيم، بس حاليا اللعب مختلف، يعني شفنا انه الجاردز اللي بالبلتز قاعد يسبب مشاكل كبيره عليهم، ولكن حاليا قاعد يحاولون انهم يتفادون اي ادفانتج لجارد. و
وايضا لو تشوف الان البكات الموجوده من باشر اختلفت، كان في كنترول اكثر على الفيرتيكال بتواجد الميرا والوردن في السكند فلور. المره هذه لا، اتوقع انه حيكون ممكن نشوف موزي والميرا اللي هو كاماتشو متواجدين. هل يكون اسلوب لعب مختلف ولا لا؟ لازم نتكلم انه السر هنا اللي ممكن يوقف هجوم فريق اونكس هو اوكي خلاص. اذا نتكلم عن جاردز حيكون بالبلتس، لكن على ما يبدو انه غير، عرف انه حيواجه صعوبه ممكن فريق اونكس انه يبدا او بالاخص جاردز انه يسوي شت داون للشباب المركزين في السكند فلور، فقال اغير واخذ انفورميشن افضل ممكن تساعد فريقي. نشوف مع بعض هل حيقدر عناصر فريق اللي هم باشن يجيبون الراوند لمصلحتهم. فارس على طول يرد عليه يجيب البيك على موه. موه اللي كان قاعد يقدم اداء كبير في هذا الماب يدحوم. نتكلم عن البك راح يروح كايرلي بيك هذه المره من فارس اللي كان متواجد معانا او للحين متواجد معانا بشخصيه اللي هي الموزي اكس ار 7 متواجد عند البريك روم يحاول يشوف اذا في اي درون اي انفو عليه ولا لا. ممكن ايضا يعطي فري فاير للاش اللي هو منتكل عند الويندو. هل حيقدر انه يجيب الراوند؟ اوه يا ساتر التايمنج. وبنفس الوقت يشوفه خلاص يجيب البيك ورن اوت سريع، ولكن نيكول بالتوقع يجيب اكس ار 7 3 ضد 4 يا دحوم. دوف متدمج بشكل كبير، وايضا بنفس الوقت في وول بانك قاعد يصير على نيكول اللي متواجد بداخل البريك روم. هل حيقدر فريق اونكس ياخذ الراوند هذا لمصلحته ولا باشن راح يقربون اكثر واكثر؟ نشوف الان 4 ضد 2 عفوا. نشوف باشن بدا يركز وبدا يدخل في اجواء المباراه كما ذكرت. كونتي اسلوب لعبه هدوء اكثر من فريق باشن من الراوندات الثلاثه الاولى اللي شفناها في الراوند. هنا ايضا يزيد جراح فريق اونكس تزيد. ونشوف الان 3 ضد 1 نيكول بعد ما تخلص من فارس. فارس اللي يسبب ازعاج كبير، نيكول بسبع كلات. هل بنشوف كلتش بلاي من نيكول ولا كاماتشو يكون عنده كلمة أخرى؟ لكن كاماتشو الآن داون 2v1 عفوا. بنشوف إيش ممكن يصير في آخر دقيقة متبقية في الراوند الخامس. نيكول وش ممكن يسوي الآن؟ شوف البروكسيميتي ألارم حتعطي انفورميشن لفريق فاشن عن تواجد نيكول في السكند فلور أيضا في الأرمري. يصير في دروب الآن. هل يكون استخدام الجاجت؟ لا عفوا، كان في باندت فما قدر يفتح الميرا. لكن الان بنشوف يبدا يسوي بريشر على جهه السايت. لكن هنا نشوف ابو سيف في الاخير الكلمه له، والراوند لصالح فريق باشن. نتكلم بنتيجه 3-2 حاليا. 3-2 مثل ما قلت يا دحوم. انت تتكلم عن باشن تقريبا قريبين منهم يجيبون الكمباك. تتكلم عن 3-0 الى 3-2 راوند فقط يفصلهم على انهم يعادلون النتيجه ويروحون للسويتشنج سايد. راوند جدا مهم للفريقين. اونكس محتاج هذا الراوند على اساس انه يخلصها على 4-2 ويروح الى الديفند. ايضا بنفس الوقت فريق اللي هم باشن محتاج هذا الراوند، ولكن اتوقع في بوز راح يصير لان في واحد عندنا فصل اللي هو فحز يا دحوم. بالفعل بنشوف التايم اوت حيكون متواجد من فريق اتوقع اونكس ولا باشن. من يسوي ديسكونكت اتوقع؟ على كل حال باشن. على كل حال ممكن هذا فرصه يعطينا نعطي قراءه تحليليه بسيطه عن مجريات الراوند او الجيم بشكل كامل. هل تتفق مع نقطه انه صحيح كما ذكرت انت انه بدايه الجيم ما دخل اجواء فريق باشن، فكان يبغى يدخل باسلوب اجريسيف اكثر، خسر 3 راوندات بدا يدخل بدا يركز اكثر، بدا نشوف اسلوب لعب مختلف؟ والله دحوم يعني انا اشوف بصراحه ان فريق باشن كان محتاج انه يجيب الراوندات الايرلي راوندز، ولكن ما يضر ان انت ترجع بالنتيجه. تتكلم عن 3-2 ترى مو بعيده انك انت تتعادل بالنتيجه ابدا دحوم. يعني انت راوند فقط يفصلك عنك تتعادل بالنتيجه. ومثل ما قلت انت يعني ان كان في اغلاط محتاجين كانوا انهم يسوون ادابت عناصر فريق باشن لفريق اونكس على اساس انه يشوفون كيف طريقه لعبه. انت تتكلم عن ابسط مثال اللي هو البلدز. البلدز اللي من جارز سوى مشاكل كبيره على فريق باشن، ولكن اذا تلاحظ قاموا يعرفون كيف يتعاملون معاه في اخر الراوندات. بالفعل بنشوف ايش ممكن او كيف ممكن يكون الرد من فريق اونكس في باقي مجريات المباراة. هل تشوف انه
لو انتهت 4-2 حيكون صعب لفريق باشن انه يرجعون في الجيم، او حيكون فريق باشن عنده كلمة في مجريات الراوند القادم ويكون نتيجة 3-3؟ ممكن فيها مجال، فيها مجال انه يرجعون بالنتيجة، وفيها مجال ايضا انه 4-2 ممكن تروح لأونكس، لانه شوف أونكس اذا تلاحظ دحوم فريق متكامل من ناحية الكوميونيكيشن، من ناحية التيم وورك. اذا تلاحظ يعني حتى في الراوندات اللي الراوند اللي هو الاول اللي هي بال1 في 1 سيتويشن، اذا تلاحظ ان في بوش مع بعض، في بوش منظم، بس اللي خانهم خلينا نقول شوي الانفورميشن. لكن الحين الوضع اختلف مع أونكس، فما اعرف صراحة هل حيقدرون يكملون على نفس الاداء انهم يخلصوها على 4-2 قبل السويتشينج سايد ولا لا. في نقاط كثيرة ممكن تحصل في هذا الراوند تسبب خلينا نقول ما اقول لك مشاكل، وممكن تغير، ممكن تغير وضع الجيم. لان انت تتكلم 3-0 ولا 3-2، باشن عندهم حاليا الحماس انهم يرجعون بالنتيجه، عندهم الموتيفيشن. فعلا بنشوف ايش ممكن تكون مجريات المباراه وايش ممكن يقدم فريق أونكس وباشن. الماب بكل امانه متكافئ حاليا، بداية كانت في سيطرة تامة من فريق أونكس، رجع باشن بأسلوب لعب أكثر تركيز أكثر هدوء، شفنا الآن عودة نتيجة 3-2، نشوف إيش ممكن يقدمون الفريقين. الماب بوردر كما ذكر الكونتي يعني مابات اللي خلاص يعني يعتبر يعني حتى بعد الريورك أزال يعتبر ماب كلاسيكي متوقع الاستراتيجيك بلانز وال الخطط اللي ممكن يقدمها الفريقين يا كونتي، صحيح؟ يب. على العموم دحوم شوية البوز راح ياخذ شوية وقت، فخلينا سولف لي دحوم عن تغييرات اللعبة، شو رأيك فيها آخر فترة؟ لعبت ولا بعد؟ أنت كيف حالك؟ لا لعبت. شوف في الرانك الشيلدات مزعجة صراحة بكل أمانة، يعني في إزعاج اللعب بالنسبة لي، لكن بشكل عام أعجبني التغييرات في الجاجت بشكل عام، سواء بالإيكوغز والأمور أخرى غيرت شوية أسلوب اللعب. في أوبريترز كانوا الناس يفضلونهم عشان الجاجت أو الكوبمنت، فقال شوف أسلوب لعب مختلف، بس مستمتع بكل أمانة. صدق يعني أنت الحين مستمتع؟ تأكد؟ لا مو الآن، أقصد لما لعب ريمبو يعني. والحين مو مستمتع يعني، ودي يرجع اكشن كذا يعني. اكيد طبعا انت ما قد طبعتني الفيدباك حقك على السيزون الجديد. والله شوف انا صراحه اللعبه صارت تحس للشياب مثلي ومثلك، تحس ان اللعبه رجعت، عرفت ان مستمتعين فيها صراحه. أي. بس يعني بنفس الوقت التغييرات انا كودي اقول انا كودي اقول بس خلاص يعني ما نفضح بنفسنا بومرز، خلاص يعني لازم تكون الجيم ابسط شويه. والله شوف مو صعب الحين، الوضع مختلف، بس مو مثل يعني تحس ان اللعبه صارت الرتم صار ابطا شوي، ما ادري انا هذا رايي، انا وجهه نظري الشخصيه المتواضعه يعني، ان الرتم صار ابطا شوي، صارت اللعبه تحس انها تحتاج كوميونيكيشن اكثر. بس يعني انت في سكواد اللي يلعب معاه دايم وانت تلعب معاه دايم يعني كوميونيكيشن؟ لا ما العب معك انا بطلت خلاص. لا انت عارف مين يلعب معهم وانت تلعب معهم، صفر على الشمال كوميونيكيشن، كله هوشات موسم كوميونيكيشن. يمينك ويسارك بس ها. اي ما تدري الكل على مين، فاهم؟ اي واحد بس. دحوم للاسف انا اقطع سالفتك يعني، ولكن في عندنا بريك خفيف قبل ما يعني نرجع للجيم، بحكم ان شوي عندي شويه مشاكل تقنيه بسيطه، ونرجع ان شاء الله بعدها للجيم. لا تروحون بعيد.
ونرجع بعد البريك السريع يا دحوم بالعافية على المي يعني أعترك لأننا ما باقي شيء للأذان طيب لازم فهمت بخصوص مع التعليق بعد أيوة دحوم يعني بريك كان أو مش بريك خلينا نقول كان في تكنيكال إيشو فكان عندنا بريك تقريبا 5 دقائق لكن حنرجع حاليا للجيم حنرجع لجيم 3-2 لمصلحة فريق أونكس تتكلم عن أن أونكس كانوا متقدمين ب3-0 ولكن باشن اللي قدر انه يرجع بالنتيجه قاعدين نتكلم عن من 3-0 الى 3-2 راوند مهم للطرفين طرف اللي انت راح تروح للديفند اللي هو اونكس محتاج هذا الادفانتج 4-2 وطرف اللي هو راح يروح للاتاك اللي هو باشن محتاج ايضا هذا الراوند على اساس انه يعطيه افضليه انه حتى لو غلط اول راوند في الاتاك ما في اشكاليه ممكن نقدر نعدل ونرجع بالنتيجه فصراحه راوند جدا مهم دحوم فكلمني عن توقعاتك لباقي الجيم بحكم ان انت تتكلم عن 3-2 يعني الوضع جدا متقارب يا دحوم شوف كل امانه يعني هذا فرصه اللعيبه الان يبدون يركزون سواء من اونكس او باشن بكل امانه باشن قاعد يمشي بطريق صحيح عرف وش اخطائه عرف اسلوب لعبه في بدايه انه الاسلوب اللي كان يلعبون باجريسيف وعدم تركيز في بدايه الراوند او بدايه الماب ما هو بصالحهم لذلك نشوف عوده واسلوب لعب افضل اونكس بشكل ثاني انه الى الان ما وجدوا حل لتغير اسلوب لعب باشن بس على كل حال بنشوف السايت الاخير لباشن في الدفاع حيكون الوركشوب والفنتليشن حيكون الكاسل والميرا وايضا بنشوف في لحظات باقي اختيارات فريق اونكس وباشن بشكل عام خلنا ناخذ توقعاتك يا كونتي ايش ممكن يصير في الراوند هذا والله يشوف هذا راوند يعني راوند الوركشوب والوركشوب يحتاج انك تلعب على الروم بشكل كبير وبنفس الوقت تحتاج السبورت اللي عندك في داخل السايت يلعبون على سي 4 ولهذا اذا تلاحظ في تواجد 3 سي 4 من عناصر فريق اللي هم باشن وايضا وجود الميرا ممكن يعطيهم ادفانتج كبير اللي هو كاماتشو كاماتشو ببيك الميرا انا اشوفه بيك جدا ذكي بصراحه خصوصا في هذا الوقت اللي هو انت تتكلم عن الراوند رقم 6 بالنتيجه 3-2 محتاج انك انت تسوي كنترول على التوب فلور بعدين تلعب فيرتيكال بعدين تلعب تبش على السايت تلعب على البلانت يعني كلها مكتوبه يعني مكتوبه من زمان في رينبو خصوصا في هذا السايت سايت الوركشوب انك انت لازم اذا راح تبش الوركشوب عندك حلين يا تلعب على السايت دايركت ترش السايت يا اما انك انت تلعب على الفيرتيكال تمام وتعتمد على شخصيات الفيرتيكال مثل اللي هو موه بشخصية الباك ولكن في كاونترات لهذا الشيء اللي هو انت تتكلم عن الميرا عن الكسل عن الاوركس عن السيفورات فانا اشوف راوند متكافئ بين الطرفين من ناحية الشخصيات ولكن الوضع ممكن يكون صعب جدا على اونكس في هذا الراوند خلنا نشوف كيف تكون مجريات الراوند الأخير الكونتي بين أونكس وباشن نشوف جاردز حيكون بتواجده أيضا بالبيتس شوف المرة هذه حيكون وضع مختلف عن الآخر راوند أخذ فيه بيتس التايمينج يدوب التايمينج يدوب لكن لما يبدو أنه قدر يشوفه لكن ما سبب أي دمج للرومرز اللي كان نازم عند المينستيرز نشوف الآن مانتيكال هيبدأ بالدرونينج هياخذ الانفورميشن نشوف وين تواجد فريق باشن مو عارف ان في احد قريب جدا من الانجلي وماسكها بالفعل لكن هنا نشوف الشتجن لكن الان ريفراج متواجد من مين من جاردز ببليتز والدخول الان يبدأ من جاردز على فريق باشن من جهة الرومينج ريوسكين فيرتيكال بلاي وشوف هنا نيكول قدر يتخلص من ار 7 لكن نرجع الجاردز والسيفورا متواجده لكن ما كانت موفقه من كاماتشو كاماتشو الان يضطر انه يتراجع في موقف جدا صعب الان بشوف كاماتشو ضد جاردز الان بليتس مسبب ضغط كبير هذا حيعطي ادفانتج لفريق اونكس بالفعل نيكو يتخلص من ابو سيف والان 3-2 كاماتشو وحده الان شوف 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 ايش قاعد يسوي بليتس قاعد يسوي ازعاج جاردز ولكن محاولة كانت نوعا ما صعبة على كاماتشو بالضغط الكبير كان متواجد جاردز جاردز بكل لين حتى الآن بالبليتس ونشوف الراوند لصالح فريق أونكس والنتيجة حاليا 4-2 يا الكونتي
والله جارز بالبلدز مسبب أزمة بصراحة على عناصر فريق اللي هم باشن. يعني أنت تتكلم ال 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 الميرا حاول بكل الطرق إنه يدمج يشيله بالسيفور بطلع الشوت كان باقي يشيل الزجاجة زجاجة الميرا ويرميها عليه عرفت ما في حل. يعني قاعد يحاول مع البلدز بس ما قادر يلقى الحل المناسب بصراحة. دحوم والبليد من فريق أوركس والبليد من جارز 4-2 دحوم. كنا نتكلم عن هذا الموضوع، كنا نتكلم عن انه والله مثلا اونكس ياخذون 4-2 يروحون الى الدفند وهم مرتاحين، راوندين يفصل فريق باشا على اساس انهم يرجعون ل خلينا نقول يعني نتكلم عن انهم يرجعون بالنتيجه. ايضا نفس الوقت انه تتكلم عن باشن في الاتاك ما عندهم الضغط النفسي اللي صار في الراوندات السابقه من ناحيه البلت، قدروا انهم يجيبوا الراوندين. انا اشوف مناسب جدا انك انت تبدا الاتاك ب 4-2 في ماب بوردر. ف بصراحه قريب ان ممكن باشن يرجعون بالنتيجه حتى. فنشوف الان ارسل حلها يكمل ولا حيغير زي ما كنا شفنا جاردز في بدايه الجيم كان ممكن يختار الاوبريديموس. يعني تكلمني عنها كنتي اتذكر انك لعبت جربت شخصيه يمكن اكثر مني بكل امانه، لانه صراحه الشخصيه والاوبريتر يعني مو بس اسلوب لعبي انا اللي العب فيه، لانه شويه اجريسيف يحتاج يكون لا مو سبورت بلاير اكثر. بالضبط، انت ديموس تتكلم عن شخصيه مثل ما ذكرت لك انك انت تنحط في سيناريو هو يدخلك لعالم او جو اللي هو ال1 في 1، انت مجبور هو يعرف يعني الديفندر يعرف مكانك وانت تعرف مكانه وين راح يكون عرفت، فانت مجبور انك انت تاخذ الجن فايت تلعب على الفايت هذا. يعني يا انت تفوز فيه تكون اجريسيف يعني بالضبط، يا كالاتاكر ممكن يفوز فيه. وايضا لا تنسى ان البيستل اللي معه الشخصية هذه ترى جدا قوي خطير خرافي يا دحوم. يعني ديموس ممكن حتى عن طريق يا ساتر فارس يجيب دوف ببيك مناسب على دوف اللي كان متواجد معانا بشخصية الكاب، كان بيك بصراحة مهم جدا بحكم انه يعني دوف كان قاعد يقدم خلينا نقول شخصية الكاب كان ممكن تضرك بشكل كبير، بس يعني خلاص وحط الاترابات يا دحوم فما اتوقع انه هذاك التاثير الكبير. سيفور على طول راح يروح فيها عندنا فحص والكبكان ايضا بالضبط، يعني سيفور سريع وايضا مو على طول بالامباكت يخلص ويفنش الكل على فحص يا دحوم. بالفعل والكبكان تراب زي ما ذكرت سبب الدمج كبير لفريق باشن، لكن نشوف لازلت انتظر ار 7 كيف يستخدم ديمونز بالشكل اللي شفناه في الايام مع الاسابيع الماضيه. بكل امانه بعد ما نزل الاوبريتر اوبريتر اجريسيف يلعب اسلوب مختلف، لكن ابو سعيد تخلص من نيكول الان بتكون الكفه 4-3 في دقيقه و15 ثانيه، ونشوف الان افضليه لصالح فريق باشن نوعا ما 3-2، لكن وقت كافي لفريق باشن انه يبدا يركز وممكن يستفيد من الاخطاء والثغرات اللي موجوده. لكن جارز الان يتخلص من كاماتشو الان 2v2 والاتش بيات تقريبا متساويه، لكن في كفه بسيطه الجارز كانه فول اتش بي حاليا. نتكلم عن 50 ثانيه متبقيه، ايش ممكن يصير في اخر 50 ثانيه؟ ونشوف ينتظر جارز والبري فاير ولا اروع منه كيف تخلص من جارز الان وتريبل كل متواجده من فريق شوف الديموس شوف الديموس فارس شوف جاء وقته لكن رغم ذلك مو يقدر يجيب البيك، والان 1v1 فعليه 1v1 فعليه، الكل عارف وين تواجد الخصم. بنشوف الان لكن على ما يبدو انه صار في مكان بعيد جدا، بدا يمس التراك في مكان بعيد، عطى افضليه صراحه لمو انه ياخذ راحته. خلاص الان راحت الافضليه وراحت التراك المتواجد من ديموس من ار 7، باقي 7 ثواني متبقيه، ايش ممكن يصير؟ الفست الخطير جدا قاعد نشوف في اللقطات الماضيه، لكن الان ينزل بلانت ومو الان عنده سوبر بشر، هل يكون عنده وقت؟ بالفعل عنده الوقت وكواد كل من مو، والان الراوند لصالح فريق اونكس بعد ما كان راوند صعب جدا على الفريقين، كان في اخذ وعطى، لكن الكلمه الاخيره لمو بالكواد كل وياخذ الراوند لصالح فريق اونكس. يمكن كنا نتمنى الكونتي ال1 في 1 يكون بطريقه مختلفه، لكن ار 7 سوى تراك في مكان بعيد كان هو الروف اذا ما خاب ظني.
والله مو بس هذه دحوم. الغريب في الموضوع او يعني انا بعقب على نقطه جدا مهمه، ما اعرف صراحه راي الاناليست راح يتكلم واتوقع عنها بشكل كبير او بشكل متعمق اكثر واكثر، ولكن في هذا السيناريو فارس واكسار 7 حلو مو فيري لو اتش بي حلو، في نفس الوقت الديمس موجود وانت 2 في 1 سيتويشن، لو الديمس مستخدم بالضبط لو مستخدم اليوتيليتي وقايل لفارس خلاص التراجع خلينا بوش مع بعض خلينا نستخدم اليوتيليتي بعدين بوش انا وانت، هو راح يسوي لي تراك وانا راح اسوي له تراك اخذ انفو وبعدين نجيب البيك. ف انا هين صف الله شباب اس اس هلولا كفي يا بنت لولا ثانيه استهبل لا لولا ما يفندر استهبل لولا ما يفندر هالشيء تشفير يعني ترى عليك الله دحوم يعني حتى الكومز تحس ان هم مستمتعين ولا كان في ضغط نفسي وان جيم وعادي فريق اونكس تحسهم عادي ولا كان في شيء، لكن خلينا نرجع للنقطه اللي تكلمنا فيها 2 في 1 سيتويشن ديمس موجود لو مسوي تراك كان يقدر انه يعطي ادفانتج انه 2 في 1 سيتويشن تقدر تجيب الراوند، هذا هو سيناريو ديمس اصلا على فكره يعني انك تحط في سيناريو انه يظل اخر لاعب وتجيب الراوند ها، ولكن مو انه يجيب الراوند لمصلحته بصراحه هو البليد ف يعني انا هذه رغم انه ولا لو اتش بي يعني بالضبط وهذا اللي انا كنت بعقب عليه. صراحة انا لسه مبسوط الراوند الماضي بس او بلا صح من ال على كل حال بنشوف النتيجة حاليا 5-2 الراوند الثامن واول بيك لصالح فريق باشن خلصوهم من نيكول سموك داون والرد الان موجود من مو قاعد يكمل على نفس المومنتوم ونفس الاداء الخرافي شفناه في الراوند الماضي والان عادل الكفه. بنشوف ايضا مو ايش قاعد تسوي يا مو قاعد يلعب بشكل جميل جدا في اخر راوندين الكونتي. والله مو بالعاده اصلا يعني يعطيك متعة في الجيم ويقدم لك الأداء اللي أنت كنت تبحث عنه، يعني أنت تتكلم عن شخصيات يلعبها اللي هي وماي يتكلم عن شخصية البك يقدم أداء كبير خصوصا في ماب بوردر، أنا أحس أن ماب بوردر ولما يلعب أونكس أحس أن هذا الماب برعاية موه دائما. في حال بنشوف يا كاماتشو هزات تركباتشو بيك وبري فاير ممتاز بصراحه يجيب البيك على مين على مو اللي كنا قاعدين نمدحه يعني قبل شوي ما لحقنا حتى نكمل الكاستر يعني نكمل على طول نايت والله والكاستر كارس على طول يا دحوم كله منك على العموم انا ارجع كلنا نعرف ان كاستر كارس انت اكبر واحد يسوي كاستر كارس لا 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 انا ابد انا مالي شغل هذا انت اللي كنت قاعد تمدح يا دحوم وشوف السي 4 حاليا وبري فاير ممتاز بصراحه راح يجيب البيك اللي هو اكسر 7 وايضا بنفس الوقت فاحز بالدبل كل يبدا انه يبوش 1 في 3 سيتويشن جاردز يا جاردز الحسويه وتجيب كلتش ونشوف السي 4 يا ساتر السي 4 ينصاد على طول وهو على الطاير راح يحاول يبيك الشخص اللي على المين دور يحاول ينتظر الفلانت قاعد ينزل ولكن فحز على طول بتربل كل يجيب الراوند لمصلحه فريق باشن والبليد من فريق باشن وبنفس الوقت يعني دحوم تحس ان باشن يغلط ويرجع يغلط ويرجع بس في سيناريو انت تتكلم عن الراوند يفصل عن الماتش بوينت لأونيكس هل حيقدر انه يكمل على هذا الاداء باشن؟ لا اشوف انا قاعد اشوف الراوند الماضي أونيكس كانوا ماخذين راحتهم بزياده خصوصا بعد ماما جاب التو بيكس اخذوا راحتهم بزياده وممكن يكلفهم كثير لكن ما اتوقع حيكملون بنفس الاخطاء هذه. نشوف معكم مجريات الجيم الأخير معانا لهذا اليوم اليوم الأول من ستيج 1 للسيزن الثاني للمينا ليج. طبعا نتكلم عن كل فريق عنده فرصة يلعب 7 مباريات كونتي والنقاط مهمة جدا لو إليتا كونتي تعطينا شرح على كيف توزيع النقاط حيتم في الدوري. شوف انت تتكلم عن ان الفريق اللي يحقق الانتصار بدون ما يوصل للاوفر تايم راح ياخذ النقاط كامله، اما الفريق او اذا الفريقين وصلوا للاوفر تايم تتكلم عن الفريق الخسران راح ياخذ نقطه والفريق الفائز راح ياخذ نقطتين، فيفضل والافضل لك من ناحيه الترتيب يا دحوم انك انت تخلص دائما الاقيام بدون ما توصل للاوفر تايم
لان النقاط والراوندات تخيل معايا دحوم حتى الراوندات تلعب دور بنهايه البطوله مين اللي حيكون الاول. يعني انت ممكن اعطيك مثال، لعبنا انا وانت ضد بعض، انت الفريق الف انا الفريق باء، تمام، تعادلنا بالنقاط تعادلنا بكل شيء، ولكن فرق الراوندات انا فزت كل اقيامي 7-0 انت فزت كل اقيامك 7-5 حلو، احنا متعادلين في النقاط بس انا راح اتاخر مش انت تخيل. فحرفيا حتى الراوند راح يلعب معاك سيناريو صعب. وفري فاير حاليا على طول على كاماتشو، عندنا كاماتشو يا ساتر يجيب دوف بفك جدا مناسب، 4-5 يا دحوم. بالفعل كنا نتكلم بشرح بسيط، لكن الان قاعد يصير فيه تريد بيكون خلص من فارس. الاكشن قوي بكل امانه في الراوند التاسع. معانا هنا نشوف مو يتخلص من ار 7. نتكلم عن جيم ممتع بكل امانه بين اونيكس وباشن، النتيجه حاليا 5-3، لكن الراوند التاسع قاعد يصير فيه تريدات، قاعد نشوف اكشن بشكل سريع. بالعاده يكون الراوندات الماضيه هدوء، اخر مره شفنا اكشن سريع بهالوقت كانت اول 3 راوندات هي الكونتي بالضبط، وهذا اللي قاعدين نشوفه حاليا مع بعض. 4-3 عندنا مين؟ عندنا ابو سيف وكاماتشو واخيرا اللي هو فحز. 3-4 في هدوء في هذا الوقت من الراوند، في دقيقة وعشرين ثانية متبقي للراوند. وجود الايكو ممكن يخدم بشكل كبير، خصوصا اذا تأخر الراوند بهذه الطريقة. عندنا انجل من نيكول ينتظر، اتوقع شاف، يب شاف طرف السلاح نيكول، يجيب البيك الاول والبيك الثاني والتريبل كل من نيكول. نيكول حاليا قاعد يعني مثل ما يقولون يسيطر على التوب فلور او على الارمر، يمنع اي احد من عناصر فريق اللي هم باشن من انه ياخذ هذا المكان منه. والايكو درون حاليا راح يدمج بشكل كبير. ابو سيف يحاول بري فاير، ولكن موه يختم الراوند لاونكس ريفنز يا دحوم. اونكس ريفنز حاليا في الماتش بوينت، راوند يفصلهم على انهم ياخذون النقاط ويخلصون معانا اليوم الاول دحوم. في الماتش بوينت لأونكس زي ما ذكرت يوم سألتني الكونتي انه كيف ممكن تشوف مجريات، قاعد اشوف انه أونكس عرفوا ان الان الراوند مهم او جيم مهم، والراوندات حتختف معاهم نهاية الليج، لذلك بدوا يركزون اكثر، بدوا نشوف اسلوب لعب يتحسن اكثر واكثر. كل فريقين صراحة قد يقدمون مباراة جدا ممتعة وجميلة، سواء من أونكس ولا باشن، لكن بنشوف الان الارمري والاركايفز هو السايت، هل حيكون الاخير لاونكس ام باشن عنده كلمه ثانيه ويحاول يقرب النتيجه وممكن يشوف في اوفر تايم. نتكلم عن الفوز في الاوفر تايم، يعطيك وصولك الاوفر تايم يعطيك نقطه، اذا فزت تاخذ نقطتين، حيفرق كثير هذا الشيء في نهايه الدوري كما ذكر الفنتي في بدايه نقاشه في الجوله الماضيه. لكن خلينا نشوف الان اختيارات فريق اونكس في الدفاع، وماي، ميوت، ووردن، وايضا الميرا وكابكان. حاليا بعد الريهوست مو بثمان كلات، مجنون صراحه اليوم مو، 6 من نيكول، 3 من جاردز. في الجهه الاخرى من فريق فاشن نتكلم عن كلين لكل من ار 7 وكماتشو وابو سيف، لكن نشوف فارس باربع كلات وفحز بثلاث كلات. شوف بكات في الهجوم حيكون في كابيتاو، تويتش، فينكا، اش وايس. هنشوف راوند الماتش بوينت لفريق اونكس، وثلاث راوندات تفصل باشن على انهم يرجعون معانا بالنتيجه ويروحون معانا الى الاوفر تايم. عندنا كاماتشو متواجد بالاش، يحاول يعني انه يجيب له ايرلي بيك، ولكن ما في اي احد قاعد يلعب اجريسف من عناصر فريق اونكس، بالعكس قاعدين نشوف هدوء هذه المره من اونكس. يحاولون يحافظون على النتيجه ويحاولون انهم ينتصرون وياخذون هذا الراوند لمصلحتهم. خصوصا تكلمنا كثير عن فرق الراوندات يا كونتي، لذلك اتوقع انه ممكن نشوف تركيز اكثر من اونكس، ايضا من باشن يحاولون يخرون فريق اونكس في باقي مجريات الماب. لكن اكون حاول اشوف سيف ماسك الانجل، اذا احد حيسوي روتيشن يمنع الرومرز انه يسوي روتيشن ايضا، لكن في اللحظه هذه منتكال يدمج لهاف اتش بي، اتوقع كان فايت مع الشخص اللي كان في الاي سي كما خاب ظني اللي هو فارس. بالفعل كان فارس. نشوف باقي دقيقة وخمسين ثانية تقريبا، شوف اللعب هادي جدا عكس الراوند الماضي يا كونتي. بالضبط، يعني انت تتكلم ان باشن يعني اذا خسر هذا الراوند خلاص راح ينتهي الجيم، بنفس الوقت ان اونكس يحاول
على قد ما يقدر انه ياخذ هذا الراوند لمصلحته لانه خلاص يبي يختم الجيم. دقيقة وعشرين او دقيقة وثلاثين ثانية تبقى للراوند الكابيتال ويروح معانا من جارز بسي فور. دوف التوهم على طول يجيب كاماتشو خمسة ضد ثلاثة فارس ودوف يرجع على طول يرجع يجيب اكسر سفن وبنفس الوقت فارس يجيب منتكل بري فاير على طول على الاسي ويندو. فارس حاليا انجر ما في غيرك يا فحز. فحز 1 في 4 سيتويشن شو اللي حتسويه ورصاصة الرحمة الاخيرة من جارز على فارس. هل اونكس راح يعطي رصاصة الرحمة الاخيرة على باشن يختم هذا الراوند ولا فحز عنده كلام ثاني؟ ننتظر ونشوف مع بعض. فحز بشخصية الايس وضع جدا صعب. بري فاير على طول يجيب فيها نيكول 1 في 3 سيتويشن. هل حيقدر انه يجيب الراوند ولا لا؟ 55 ثانية ينتظر رنامس ينتظر لعب اجريسف. عارف فحز ان السيناريو هذا ممكن يحطه بسيناريو او خلينا نقول بوضع ان فريق اونكس راح يلعبون اجريسف بري فاير حاليا قاعد يصير ويقدر مو بالبستل يخلص الراوند لمصلحة فريق اونكس. جي 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 ويل بلايد بصراحة من اونكس يا دحوم. يعني تتكلم عن ان حاولوا باشن، يعني انا اشوف ان باشن في الديفند كان افضل من باشن في الاتاك. راوند واحد فقط حققوه في الاتاك بينما راوندين في الديفند 3-2 او عفوا 4-2 بعدين تنتهي الى 7-3. فدحوم كلمني عن الجيم. شوف بكل امانه يعني اتفق معك، باشن كان افضل في الدفاع في الهجوم ما شفناه بالشكل المطلوب. اونكس عرف كيف يعني يغير اسلوب لعبه متى ما احتاج، عرف انه يخلص الجيم في وقت كويس بالنسبة لهم لأنه زي ما ذكرنا الفرق الراوندات تفرق كثير. توقعت إنه باشن ممكن يطلع بنتيجة يعني 7-4 لكن عرف زي ما قلت فريق أونكس بخبرة نوعا ما خلنا نقوله كيمستري موجود أكثر بينهم إنه يكسبون الجيم. والبلاي صارت الفريقين جي جي، يوم كان ممتع بكل أمانة، متحمس جدا ليوم غد. أكيد طبعا شكرا يا دحوم. يعني كان جيم مثل ما ذكرت كان جيم كبير وأقيام كبيرة كانت معانا، تتكلم عن 4 أقيام كانت جدا مهمة. راح نتحول إلى الهوست اللي هو معنا مونريكس ونسمع أكثر عن هذا الجيم واليوم الأول.